السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إليكم هذا الخبر العاجل. أكد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر اليوم الجمعة أنه لا يعاد الديانات بل يعاد التطرف والإرهاب والظلم. وقال السيد الصدر في وثيقة: نحن نحمي الأقليات المسيحية واليهودية وأنتم تطردون العرب والمسلمين. وأضاف: نحن نستنكر عمل الدواعش وأنتم تؤيدون التطرف الغربي. وفيما يلي نص الوثيقة: اسمه تعالى معادات السامية ممنوع والتطبيع الزامي وقتل المصلين في المساجد في نيوزيلندا وغيرها ليس إرهابا، ومعادات الإسلام بحرق المصاحف ومنع الحجاب وإجبارهم على سن قانون المثليين الذي هو محرم في كل الشرائع، ونعت الإسلام بالإرهاب ليس ممنوعا بل هو واجب، وعدم فتح سفارات لبعض الدول ليس إلزاميا، ومقاومة الاحتلال إرهاب، وتهجير العرب من القدس ومنعهم من دخوله عمل إنساني. هل هذه سياستكم؟ نحن نحمي الأقليات المسيحية واليهودية وأنتم تطردون العرب والمسلمين. نحن نستنكر عمل الدواعش والإرهابيين وأنتم تؤيدون التطرف الغربي. وماذا بعد؟ واعلموا أننا لا نعادي ديانات بل نعادي التطرف والإرهاب والظلم. السيد مقتدى الصدر.